حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. ويعتبر مطار حمد الدولي أحد أبرز الأوجه الاقتصادية محليا وعالميا، لما يلعبه من دور هام في تعزيز حركة التجارة بين دولتنا الحبيبة قطر ودول العالم كافة. للتعرف على الحركة التجارية من خلاله خلونا نشوف هذا التقرير. أكدت شركات عالمية كبرى في نشراتها الاقتصادية أن افتتاح مطار حمد الدولي خطوة عملاقة لدعم اقتصاد قطر الوطني، ولاحظت معظم التقارير والدراسات أن افتتاح هذه المنشأة الحيوية سيدعم حركة التجارة بين قطر وجميع دول العالم، كما سيعزز المرفق قدرات الناقل الوطني ممثلاً بالخطوط الجوية القطرية، والتي تشهد توسعاً كبيراً جعلها تحتل مكانة عالمية بين منافساتها. فإلى جانب الرقي في خدماتها، يشمل أسطول الشركة 134 طائرة تغطي 138 وجهة رئيسية في كل أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين واستراليا والمحيط الهادئ وآسيا. وبلغة الأرقام، يحتل مطار حمد الدولي مساحة ضخمة تجاوزت 24 ميلا مربعا بطاقة استيعابية للشحن الجوي تصل إلى 2 مليون طن، ويتوقع أن تزداد الطاقة الاستيعابية للمطار بعد إنجاز كامل مشاريع التوسعة إلى 160 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي سنويا. ويشكل المطار جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر، والتي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030. دعونا الآن ننتقل المشاهدين الكرام إلى مطار حمد الدولي مع نديم قناة الريان حمد الفياض، نتعرف معه أكثر على الفرص لتوظيف وتدريب الشباب القطري في مطار حمد الدولي. عندك الكلمة يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير صباح وخالد. وطبعا مثل ما تفضلت احنا موجودين في مطار حمد الدولي، هذا المطار الصرح صراحة اللي كلنا نفخر به. وطبعا هني الإدارة دائما ينظرون إلى وجود شباب سواعد قطرية تقوم على العمل في هذا المطار، وهم يقدمون جميع الخدمات الخاصة بالتوظيف. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. يسعدني أن أستضيف السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية في مطار حمد الدولي. مساك الله بالخير بسعود. مساك الله بالخير، يا مرحبا فيكم في المطار. جزاك الله الخير بسعود. طبعا موضوع التوظيف هو موضوع يهم كل بيت الآن، والشباب القطريين ما شاء الله عليهم الآن أصبحوا على وعي عالي في اختيار الوظائف. ودنا نعرف في البداية إيش الوظائف اللي يوفرها المطار؟ والله يعني مثلك انت عارف طبعا المطار بهذا الحجم الكبير والمرحلة الأولانية، احنا طبعا نتكلم عن 30 مليون مسافر، والمرحلة الثالثة 50 مليون. فأكيد طبعا هذا الحجم الكبير، الإدارة أكيد مهتمة اهتمام كبير في بناء استراتيجية واضحة لجذب وتشجيع القطريين أن يكونون طبعا معانا مع هالتطور هذا. حقيقة طبعا وجود طبعا المطار هذا أعطانا دفعة احنا على أساس أن ايش نتنوع في التخصصات. صحيح. يعني أكثر من 23 تخصص حقيقة دائما احنا نعرضها على الشباب القطري. جميل. سواء في وسائل الإعلام، سواء عن طريق الجامعات، سواء عن طريق التواصل من خلال حتى التواصل الاجتماعي نفسه صراحة. فأكيد الشباب أو الشباب القطري، السواعد القطريين لابد أن يكونوا شركاء معنا في هذا الصرح الكبير. وإذا تكلمنا عن الدعم بشكل عام، نحن أسوة بالمؤسسات الأخرى أكيد الصرح هذا نحتاج سواء كدعم من عندنا احنا، ودعم في نفس الوقت من القطريين نفسهم انه لازم يحبون العمل في هذا الصرح الكبير، سواء في المجال الاقتصادي، في مجال التسويق، في مجال العلاقات العامه، في مجال اداره المطار. فدعم الاداره هو حقيقه طبعا المحور اللي فعلا احنا نحاول نشجع الشباب انه يكونوا موجودين معنا.
سيد عبد العزيز، مثل ما ذكرت في 23 تخصص مختلف من ضمن الوظائف. طبعا الشاب القطري دائما يسعى الى انه يكون في مكان يطوره وياهله، ومثلا لو في ابتعاث انه يكمل تعليمه يكون افضل له. الشغله الثانيه انه ينظر للراتب، فودنا نعرف نبذه بسيطه عن ايش الاشياء اللي يتم تقديمها من خلال هذه الوظائف. والله طبعا احنا التشجيع وبناء يعني الشراكه مع المؤسسات ذو العلاقه اللي فعلا تجذب الشاب القطري، طبعا سواء مع الجامعات المحليه مع الجامعات الخارجيه، اضافه طبعا خاصه طبعا اصحاب خلينا نقول المتفوقين في الجامعات نحتضنهم صراحه ونعطيهم اولويه ابتعاثهم للخارج، تامين الوظيفه نفسها. طبعا الان اعتقد بعد هذا التطور الموجود في شتى المجالات في الدوله، يعني اعتقد ان الشاب القطري اصبح الوعي عنده كبير جدا في اختيار التخصص. صحيح. الان المستقبل مش بس اداره، مش بس مثلا تعليم، مش بس طبعا الان يعني التطور في كل المجالات، فاصبح حتى رؤيه الشاب القطري اختلفت عن الماضي كثير، وهذا يشجعنا احنا على اساس انه احنا ما يعني نوجه توجيه سواء اداري ولا فني ولا لا، فالاختيارات موجوده، الفرص موجوده، طبعا التقديم الدعم موجود، وعلى الشاب القطري يثبت نفسه ويكون قد المسؤوليه هذه، لان هذه اضافه شيء لهذا الوطن الكبير اللي دائما حقيقه اللي احنا نحاول بقدر الامكان ان نكون يعني نعطي ولو بجزء بسيط من الاشياء اللي ايش اللي فعلا يعني احنا نسعى ان نعطي ان نكون مع رؤيه الدوله في 2030 ان شاء الله. سيد عبد العزيز، الحين من خلال تقديمكم الوظائف من خلال الويب سايت ووسائل التواصل الاجتماعي، شفتوا شنو اهم الوظائف او اكثرها طلبا على للشباب القطريين؟ والله الوظائف الاداريه منها التسويق، حتى بالعكس الوظائف الفنيه كمان طبعا في طلبات كثيره، واضافه طبعا ايش الوظائف خلينا نقول اذا قلنا الاداريه العلاقات العامه التسويق التمويل، ولكن احنا صراحه توجهنا او منهجنا اللي هو نشجع الشباب القطري ونحاول نحفزه ونعطيه نوع من ايش مثل التشجيع انه يدخل كل التخصصات. ليش تكون تخصص معين؟ طيب انت يعني المطار محتاجك مش بس في الاداره، محتاجك فني، حتى الفني فيه اداري بعد. صحيح. واضافه لاشياء حتى الاشياء العمليه يعني طريقه عرضها طبعا وطريقه يعني تشجيع نحاول نجيبها باسلوب مختلف انه يكون موجود معانا. عرفت شلون؟ موضوع الراتب وموضوع الامور هذه هذا يعتمد على الشخص نفسه. عرفت شلون؟ مدى حب العمل هو اللي ايش؟ هو اللي يحدد يعني مدى اصراره وعطائه في العمل، هو اللي طبعا في المستقبل القريب يلقى نفسه في مكان الهدف اللي هو حاطه له. صحيح صحيح. سيد عبد العزيز، انا اذكر اول وظيفه اشتغلت فيها. نعم. على طول خذوني قالوا لي احنا مش بنحطك في اداره معينه، احنا بنخليك تلف على كل الادارات. صحيح. خلال 3 شهور. نعم. تتعرف على كل الادارات وبعدين تشوف نفسك وين ممكن تعطي. نعم. هل هذا الشيء متوفر عندكم على أساس ممكن هو يكون وجهة نظر أنه يبي إداري، ولكن لما ينخلط بفريق العمل مثلا في القسم الفني أو التسويق؟ صحيح. يحب الموضوع أكثر، ويمكن أنت عايشت نفس صحيح. الفكرة. صحيح. طبعا هذا الشيء أكيد، طبعا هذا الشيء مثل ما يقولون نقول ساندر عالمي مع كل المؤسسات، طبعا فيه الروتيشن هذا أنك أنت تمر على كل التخصصات الموجودة في المطار، وأقل حاجة حتى لو أنت يعني مو ضروري أنك يكون هذا تخصصك، ولكن أن أقل حاجة يعني تكون عندك معلومة عن الإدارة هذه أو عندك information عنها في حالة لو أنت سئلت أو لو أنت مثلا حد خارج العمل مثلا حب يعرف عنها، أقل حاجة أنك أنت عندك الأشياء الأساسية اللي فعلا أنت تقدر يتواصل مع شو اسمه. فعلا عندنا هذا الأمر وصادفتنا يعني أمور كثيرة، ولله الحمد يعني هذا كمان طبعا يعطي دافع اخر ان احنا نعرف شنو توجه وين يو خلينا نقول يعني ممكن يضيف للمطار. صحيح. نعم. صحيح. احنا
احنا ودنا نقول حق شبابنا ان ترى العمل لخدمه الوطن مو بعيب يعني، ولا صحيح. ولا انه مقتصر على شيء معين. صحيح. ممكن نحن نخدم الوطن في امور كثيره، ويمكن صحيح. ابسط الامور هي اهم الامور. صحيح. ومثلك عارف ان العمليات بالذات العمليات التجاريه مش شيء بسيط يعني، والان صحيح. اصبح الديوتي فري عندنا مميز، ونشوفه في كل مكان، ونشوف ان اصبر صرح الان. صحيح. يعني مثلك انت عارف طبعا السواعد الوطنيه مهمه جدا في تأسيسه، وخاصة في إيش التطور اللي إحنا موجودين فيه. وإضافة لذلك طبعاً المطار الكبير بهذا الحجم نحتاج لسواعد وطنية متدربة وتختص في إدارة المطارات، وطبعاً الإدارة حقيقة على رأسها الرئيس التنفيذي حقيقة طبعاً وضع يعني إدارة متخصصة لبرامج، وحتى البرامج هذه والتدريب مع شركاء أجانب شركات عالمية. جميل. يعني نعم يتم تدريبهم، ويتم في نفس الوقت طبعا اعطائهم فرصه ان يكونون يعني كتأمين للوظيفه ان يكونوا موجودين في المطار. فهذا طبعا اضافه للاشياء الثانيه، طبعا احنا نقول فرص الابتعاث الخارجي موجوده للشاب الطموح اللي فعلا جاي يخدم، اللي فعلا يبغي هو يحقق ذاته. احنا نقول له بالعكس على الصدر والرحى، واحنا موجودين، وبالعكس وهذا دعم كبير من الإدارة. صحيح. فيعني بالعكس المطار يعني نقول الصرح هذا احنا ما زالت الأبواب مفتوحة بالعكس، وكل يوم نحتاج إلى يعني جهود السواعد الوطنية في أن يكونوا موجودين على 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 أرض الواقع. صحيح صحيح. الحين سيد عبد العزيز ودنا نعرف طريقة التقديم الوظائف، وهل في عدد معين أنتم منتظرونه الآن، ولا هو مفتوح على مدار السنة؟ طبعاً مثلك عارف إحنا على مراحل معينة، وأكيد مفتوح على مدار السنة، لأن أنت تشوف طلباتك وتشوف احتياجاتك أحسن. من سنة لسنة أخرى، فهذه طبعاً شيء يعني طبيعي. وبالنسبة طبعاً طريقة التقديم، إحنا طريقة التقديم هذا في جميع المؤسسات العالمية. زين، هناك طريقة تقديم إلكترونية حقيقة على أساس إنه إيش يكون يعني الاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤهلات المناسبة، فهذا شيء يعني عالمي، لابد إن إحنا إيش يعني يعني نكون يعني واعيين لهالأمور هذه. طيب الحين معلش بسعود اعذرني، أنا ودي أدخل شوي في أمور ودنا ومشاهدينا يعرفون أكثر. الحين أنا يعني أعتقد إن أنتم محتاجين الخريجين ومحتاجين الشباب اللي عندهم خبرات. النوعين. الشغلة الثانية، إذا أنا توظفت الآن وأول يوم دومت فيه وجيت صبحت على أبو سعود وقلت له يا أبو سعود هذا أول يوم لي، شو اللي مفروض إنه يصير، أو شنه الجدول اللي بيبدأ فيه العمل؟ هو يعني حق إذا تكلمنا عن الخريج الجديد ولا الخريج الجديد؟ خلنا نتكلم عن الخريج والله الجديد. طبعا هو هناك برنامج يعني جميل. سواء جميل. أول صومة. هناك برنامج يتم مثل ما تفضلت أنت سابقا، يعني يكون في روتيشن أو يكون مثلا إيش جدول مرسوم له خلال فترة الست شهور لغاية ما تثبت ما شاء الله. طبعا هذا بيدر على الأقسام كلها، ففي هناك طبعا تقارير تطلع شوف بالضبط مدى فهم لها الإدارات هذه وين يقدر يعطي، وأكيد طبعا بناء على التقارير هذه، وفي طبعا شخص يكون معاه دائما زين يوجهه، يحاول طبعا يكون معاه من حيث إيش مش كتاب تقرير، ولكن إيش في تيسير الأمور مع الإدارات الأخرى، أن يعني يكون هو من خلينا نقول طريقة نسميه بادي يعني، أو يكون أيوة متابع له أو كنترول نعم له نعم على أساس أنه هو يساعده في التوجه مع الإدارات. نعم. جميل. على أساس أنه يعني نكون صادقين يعني على أساس أنه إيش يعني في نهاية الأمر لابد أنه إيش هناك في خلينا نقول له حصيلة معينة، وإحنا نعرف بالضبط وين هو يقدر يضيف حق الشركة، وين هو قوي زين، وين هو كمان وجهة نظره مثل ما تفضلت انت والله ترى انا والله حبيت القسم هذا صادق زين. فطبعا بناء على الامور هذه طبعا ايش وعلى رؤيته ومدى طبعا ايش عطائه تحدد عده يعني ايش عوامل لصالح طبعا الطرفين اكيد. والله شوف هو على سالفه انه يحب هالقسم يعني هو في دائما يقولوا حب ما تعمل لكي تعمل ما تحب، ولكن هو دائما حب ما تعمل ولا تعمل ما تحب. فهي اعتقد هذه اللفه هذه او اللي احنا نسميها هذه الروتيشن تعطيه مساحه انه غير انه لما يروح للاداره المختصه اللي هو فيها يفهم شلون الاليه يعني
حضرتك الآن نائب الرئيس للعمليات التجارية، في ناس كثيرة ما تعرف شنو العمليات التجارية أو شنو بالضبط يصير بالنسبة للعمليات التجارية. لما تذكر كلمة عمليات يقول لك هاي أوبريشن وتصليح ومش عارف إيش وكذا. وإذا قلنا العمليات التجارية والخدمات التجارية، وطبعا كل ما يخص بالتسويق والعلاقات العامة. أحسنت. وإضافة طبعا إيش لأرضية المطار هذه، طبعا هي إدارة كبيرة صراحة، ونحاول من خلال هذه الإدارة طبعا نكون واجهة لهالمطار هذا وإعطاء صورة سواء داخليا أو خارجيا عن مدى مدى التطور الموجود ومدى طبعا إيش. طبعا أكيد إحنا على راحة المسافرين، هذا إحنا أهم شيء عندنا. صحيح. تقديم الخدمات المتميزة للوصول إلى أعلى إيش مستوى من إيش الراحة للمسافر نفسه. سيد عبد العزيز، من خلال برنامجنا ودك تقدم كلمة للشباب على أساس أن تشجعهم أنهم يقدمون إن شاء الله بكرة تشوفون 1000 أبليكيشن على الأونلاين؟ يا مرحبا. طبعا أكيد الفرص موجودة، نقول واللي فعلا يعني وخاصة طبعا المتفوقين والناس اللي فعلا تبغي تقدم حق بلادها، بالعكس احنا يعني الفرص موجودة ومفتوحة، وبالعكس مبتدي بعد في نفس الوقت فيه أشياء يعني دعم كبير من الإدارة من حيث الابتعاث، من حيث الدعم الكبير سواء داخليا وخارجيا. وأنا أقول لك المطار متعة زين يختلف عن المؤسسات الثانية، كل الهوسبيتاليتي متعة، كل الأشياء. نعم. الخدمية أو نعم. الفنادق نعم. متعة، ولكن العمل فيها متعب ولكن تجني ثمارة بعدين. نعم أكيد أكيد. وإحنا نقول طبعا إيش يعني الأبواب مفتوحة، وبسواعد القطرية الشباب القطري الصرح هذا هو اللي راح يقوم، وإحنا طبعا من هذول السواعد أو من القطريين اللي إحنا الحمد لله أخذنا فرصتنا، وهذا أنا موجود قدامك. صحيح. وهذا كله طبعا صحيح. إيش يعكس الصورة مدى اهتمام مؤسستنا، اهتمامها بالعنصر القطري اللي فعلا يبغي يعطي بلاده. وإحنا سعيدين والله إن إحنا نشوف شباب قطريين، وانت ما شاء الله عليك للحين شباب، ونشوفك في هذا المنصب، وان انت تدعم الشباب وتدعمهم في هذا الجانب، لان اكيد هم بيلاقون الدعم الكامل من جهتكم. الله يجزاك خير، ومشكورين على هاللقاء، ويا مرحبا فيكم في المطار. لا بالعكس، بيض الله وجهك، وشرفنا على شاشه الريان. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، نحب نشكر السيد عبد العزيز الماس نائب الرئيس للعمليات التجاريه، ومثل ما تفضل يعني هذا الصرح هذا محتاج لشباب قطريين يدعمونه ويوقفون ويكملون معه. الان احنا الكباسيتي مالنا او السعه 30 مليون، بكره بتكون 50 مليون، ان شاء الله عندنا 2022 كاس العالم، وعندنا رؤيتنا 2030 بنستضيف قطر كعبة المظلوم الكل يتواجد فيها، وأصبحت الآن من خلال مطار حمد الدولي مكان يتوسط العالم، يتوسط الثلاث قارات، ممكن أي واحد يوصل لأي مكان بأريحية، وبدل ما يأخذ طيارة 13 ساعة ممكن أنه يستانس فيها ويغير جو. وطبعاً اللي موجود الآن من خلال الديوتي فري أو السوق الحرة اللي موجود والمعالم اللي موجود أصبحت فيها والتسوق تعطي مساحة أكثر، والخدمات اللي موجودة أتمنى من الجميع من خلال شاشة الريان أنهم يكون عندهم الحافز أنهم يقدمون على وظائف في مطار حمد الدولي. وهذا كانت فقرتنا، وأتمنى أن نكون أسعدناكم وأسعدتوا ويانا، ونرجع حق أخواني في الاستديو. شكرا لك يا حمد، وشكرا موصول لضيفك الكريم. ومطار حمد الدولي محتاج لكوادر قطرية. صحيح صحيح. وإذا ما قام على سواعد هالقطر من على يده يقوم إن شاء الله، أنا بيقوم على شبابنا إن شاء الله، وهم متحمسين أيضا لخدمة بلادهم قطر، وخاصة في هذا الصرح اللي يعتبر صرح قطري عالمي نفتخر فيه. ونفس ما قال حمد راح يستضيف أحداث عالمية كبيرة، الآن سعة 30 مليون، بعد بناء المرحلة الثانية راح يتسع أكثر إلى 50 مليون مسافر سنويا، وكل هالأمور هذه بحاجة إلى شباب قطريين يكونون قد المسؤولية ويمسكون هذا المطار بإذن الله. مثل ما شفنا وسمعنا صباح، باب التوظيف مفتوح لهالقطر. مشاهدينا الكرام، مطار حمد الدولي تحفة معمارية وتصميم يسخر كافة الإمكانيات اللي تجعلها داعم أساسي لتطوير السياحة في قطر ويضعها في مصاف الدول المتقدمة على المستوى ليس المحلي فقط وإنما العالمي. نشوف في هذا التقرير.
يعتبر مطار حمد الدولي تحفة معمارية وجوهرة هندسية ونقلة نوعية في عالم السياحة والسفر الجوي في القرن 21، وهو من أضخم المشاريع التنموية العملاقة في دولة قطر. ويجسد المطار أعلى معايير الضيافة ويقدم خدمات تلائم احتياجات العصر، بما يضمن رحلة مريحة لجميع المسافرين. ويمتاز المطار بالكفاءة العالية في تسهيل معاملات المسافرين عبره والقادمين إليه. فعلى سبيل المثال، تنحصر عملية دخول الطائرة أو الخروج منها بالجسور أو ما يسمى بالخراطيم الموصولة من المطار إلى الطائرة مباشرة، لتجنب انتقال المسافرين عن طريق الحافلات. وبالنسبة إلى عملية إنزال الحقائب والكشف عليها، فهي أوتوماتيكية بالكامل، بحيث تسبق الحقائب أصحابها من المسافرين، وذلك لتجنب الازدحام داخل صالة القادمين. ويوفر مطار حمد الدولي كذلك فندقاً مؤلفاً من 200 غرفة، يتيح للمسافرين فرصة الاسترخاء والراحة لاستعادة طاقتهم قبيل رحلتهم التالية. ويضاف على ذلك الخدمات الأخرى مثل الأسواق الحرة وشبكة محلات ومكاتب خدمات متنوعة. تصميم مطار حمد الدولي يسخر كافة الإمكانيات التي تجعله داعماً أساسياً لتطوير السياحة في قطر من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العابرين منه وإليه. فالمطار يستوعب 50 مليون مسافر سنوياً و320 ألف عملية إقلاع وهبوط. مطار حمد الدولي بوابة قطر الجوية نحو العالم، وهو يساهم في ترك انطباع أول راق ومبهر لدى زوار دولة قطر، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً. مطار حمد الدولي شفناه صباح طرازة مستوحى من طراز المعمار المعماري القطري، التراث القطري ويزين الدبدوب. الدبدوب الأصفر لما تشوفه تحس إنك بتسافر، يعني تفرح يا أخي، تستانس. إي والله. مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم، لكن بنروح إلى فاصل، وبعد الفاصل بنتابع. مؤتمر صحفي لمدربي وقائدي منتخبنا الوطني ومنتخب البرازيل دون الثالثة 23.